انفتاح ثقافي صيني في قلب الرياض، حيث قطع الصينيون آلاف الأميال لافتتاح معرض كنوز الصين الذي يستعرض الآثار الصينية. لذلك من مبدأ تعزيز العلاقة بين البلدين ولا سيما في المجال التراثي والثقافي، نحن اخترنا المملكة العربية السعودية. تاريخ مشترك يجمع السعودية بالصين بخلال طريق الحرير التاريخي، والذي تريد الصين إحياءه ليمر من جديد عبر الصحراء السعودية. طريق الحرير بلا شك يمر عبر أراضي المملكة السعودية ويمر عبر البحر الأحمر، ونحن نسعد بوجود فريق علمي صيني سعودي مشترك يعمل في منطقة في البحر الأحمر، وتجدون اليوم كثير من الملتقطات وكثير من الآثار التي بدأ فيها الفريق في السنة الأولى، ونتوقع المزيد إن شاء الله. المعرض يضم تحفا نادرة والكثير من القطع الأثرية التي يشترك الصينيون فيها مع العرب، ما أجبر بعض الحاضرين للتوقف عندها كثيرا. يوجد ما يدل على قدم العلاقة الصينية العربية من خلال المعروضات والكتابات العربية على هذه القطع الأثرية في المعرض. يعد المعرض الصيني امتدادا للتعاون الصيني السعودي الثقافي التي كانت انطلاقته من المعرض السعودي الذي أقيم في قلب بكين ولاقى ردود فعل إيجابية. عبد المحسن الحربي، العربية، الرياض.